لا أرجوك يا هذه ليست قصة نجيب محمد فحسب، إنما هو حزن الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الصحراء ويتركوا بلادهم وديارهم من أجل البقاء أحياء. نهاية فيلمي حياة المعز. أعتقد أن كل تيك توكرز وصناع المحتوى لخصوا لكم القضية وكانوا في صف السعودية أو الهند، لكن بعمل الأرقام والحروف The Goat Life المجموع 8. نعم يذكركم ذلك بسنة الكارمية 2024 المجموع 8. قبل أن تركزوا على البطل في الفيلم ونتفليكس الداعمة، لابد أن نركز أكثر من هو المخرج ومن أين أصلا أتت الحبكة والسيناريو. الدوجيثيان باللغة الماليزية هي رواية أيام الماعز سنة 2008 للكاتب الهندي بنياين. 2008 هناك ثمانية. The Goat Life المجموع 8. الإصدار الفيلم من المخرج بيلسي بتاريخ 28 مارس 2024، بداية 8 ونهاية 8 بالمجموع. هذه الرواية التي حققت نجاحا باهرا لحياة الماعز لبنيامين، هل يذكركم بنيامين الاسم بشيء ما؟ بالمناسبة اسمه الحقيقي بيني دانيال من كيرلا. العمل تطلب مساندة بين الهند وأمريكا ليتم العرض في نتفليكس. هناك من يرى أن السعودية ضحية لأنها تمثل العربية والإسلامية، وأن نتفليكس تريد الانتقام من أجلي بعد أحداث 7 أكتوبر. لكن من شاهد الفيلم هو عن قصة الهندي نجيب محمد والكفيل. ملخص الفيلم وأحداثه تحدث عنها الملايين، لن أكرر الكلام أكثر. لكن باسم الإنسانية والمشاعر، الكثير من الناس تعاطف مع نتفليكس. هدف نتفليكس تحقيق 19 مليون دولار. فهل السعودية مبرأة أو نزيهة وملاك؟ لا، معروف أن كل الأحداث حقيقية وهو جزء يتجزأ من الحقيقة الفعلية للسعودية وللخليجيين. فلا تنسوا أن الكاتب بنيامين عاش بين 1993 و 2013 في البحرين، وليس هذا فقط، فلقد نال فيلم The Goat Life جائزة من أبوظبي. الحياة تشمل 4 حروف والرواية تشمل 4 أجزاء: السجن، الصحراء، الاستعمار، والمهجر. تصوير الفيلم كان بادي وادي رم بالأردن، وانحرف الأردن لما قريب بالتحديد، وفي صحراء الجزائر، وما يتحدث الألغوريثم عن علاقة الجزائر بالسعودية، وأيضا كيرلا بالهند. نبحث قليلا عن بيوغرافية بيلسي المخرج للفيلم، ولماذا أمريكا بالتحديد قررت مساندة هذا العمل الفني، وأصلا ما هو التاريخ لكل الأفلام والإنتاج السينمائي المالي الأمنية. فسمعنا أحيانا عن المسلمين في الهند ماذا يحدث لهم، وعن أمريكا من تدعم بالتحديد، ولماذا قرر العرب والمسلمون بمقاطعة نتفليكس. فهل استطاعت نتفليكس وأمريكا التلاعب باسم المشاعر والإنسانية من أجل مصالحها فقط المالية والمادية؟ وهل العرب والمسلمون تأثروا بتلاعب ذهني؟ وهل السعودية ضحية في القضية أو أنه حقيقة حتمية وتحاول إنكارها باسم مشايخ الدين بأنه إهانة للمسلمين؟ ومنذ متى كان المسلمين يربطوا بالسعودية؟ فحتى رسول السلام والإسلام محمد عليه الصلاة والسلام نجيب محمد تلاعب حرفي، لما جاء برسالة السلام العرب في قلب السعودية أطلقوا عليه الشاعر والمجنون وضربوه وكان راعٍ للماعز. فالإيديولوجية الكبيرة من هذا الفيلم ليحقق كل هذه البلبلة هي انعكاس للحقيقة البشرية حسب المصالح
بين الضحية والمجرم والتلاعب النفسي باسم الأديان والتقسيم، والهدف الأساسي ضخ الأموال. وأنتم ما مثل الماعز، وهناك راعي وحيد. ماذا عنكم؟ هل حياة الفيلم يعكس حقيقة واقع في السعودية، أو أنه بروباغندا وإيديولوجية من نتفليكس وأمريكا للانتقام، أو أنها الكارما باسم ثمانية؟ لسعف معروف جداً.